دي هتبقى فضيحة. انت لحقت يا ابني؟ اهو حظي بقى، اعمل ايه؟ خلاص يا ابني ما تضايقش نفسك، في حد تاني يعرف الخبر ده؟ لا طبعا، بس اكيد الناس كلها هتعرف. مش لازم حد يعرف، وكويس انك اول حاجة عملتها انك جيت على هنا. ما تقلقش، مشكلتك حلها عندي. روح يا وسام هات الشنطة القديمة اللي تحت السرير، ويلا يا ابني جهز نفسك، هنروح كلنا على مسرح الجريمة. جريمة؟ يا اختي يا اختي. ما تخافيش يا نادية، انا هرجع الكاس وهقبض على الجاني واسلمه بايدي للبوليس. انا شايفة بابا ان انا نكلم البوليس ونقول له هو اللي يتصرف. لا يا وسام، لو اي حد عرف اي حاجة انا هضيع تاني، والجمهور مش هيسيبني في حالي بقى. ما تخافش يا هاني يا ابني، واضح كده ان جه الوقت اللي اكشف فيه السر اللي كنت مخبيه من زمان. يا اختي ولسه في اسرار تانية. رمضان من 25 سنة كنت شغال محقق خاص، ويا محلت الغاز وقبضت على مجرمين، دول كانوا مسميني في الحارة سوبر رمضان. يا بابا حيرتنا معاك، هو انت كنت محقق ولا مدرب ولا سوبر ولا ايه بالظبط؟ خد يا رمضان، تعال هنا، تعال بس اقول لك، انا تعال انا اقول لك. وده وقته يا نادية، عايزة ايه بس؟ انا خايفة عليك، انت مش حمل مرمطة بين المجرمين. يا نادية بقى لو الكاس ده مرجعش الواد مستقبله هيضيع، والجوازة هتبوظ. يا جدع الجوازة هتبوظ. لا شوف، انا رجل على رجلك، الكاس ده لازم يرجع، فاهم يعني ايه لازم يرجع؟ طب والمرمطة بين المجرمين يا نادية؟ هما المجرمين بتوع اليومين دول مجرمين برضو، يجوا فيك ايه دول يا سوبر رمضان؟ ايوة فعلا معاك حق. سوبر رمضان رجع لكم تاني. مرر عليا وعتجلي، اسمع يا ابني كلام الكوتش، شوف فيستو كده جم بالملي، بلس 90 ونهاية الماتش. بصوا بقى يا جماعة، احنا عشان نرجع الكاس بأمان لازم نكون منظمين. قول يا سوبر رمضان، قول يا أحلى محقق في المجرة. تسلمي لي يا قلبي. لا يا جماعة مش وقت رومانسية خالص، معلش عايزين نرجع الكاس، أنا بضيع. عندك حق يا ابني، اهدي شوية نادية، اهدي، عايزين نركز. كمل يا بابا. المحقق الشاطر هو اللي يعرف يستخدم كل إمكانياته ويوزع المهام على الفريق اللي معاه، كل واحد فينا لازم بيبقى له دور. طب وانا هعمل ايه يا رمضان؟ انت هتعملي لنا سندوتشات. سندوتشات؟ امال انت عايزانا نحقق على معدة فاضية؟ شوف يا نادية، الكرش لما يتوزن الدماغ تتعدل. صح يا بابا، عايزين بقى نجيب سناكس وعصير. ايه ده يا جماعة، انتوا بتهزروا يا جماعة؟ ايه هو السناكس وعصير؟ فين اللب والمكسرات؟ فين المقرمشات؟ تصدق يا ابني عندك حق، ما تفوتنيش دي. انتوا ما صدقتوا، انا بهزر. خلاص قلبتوها رحلة؟ يا جماعة انا مستقبلي بيضيع. يا لهوي، الا مستقبل جوز بنتي. اهدي يا ماما. نكمل توزيع الادوار. وسام هتقومي بدور العميل الخفي، وهتمسكي جردان مخروم وتقفي بعيد، اول ما تحسي باول خطر هتقولي كلمة السر. وطبعا كلمة السر هتكون الصفارة. ايوه طب وانا هعمل ايه؟ يا ابني المجد عليك، انت هتبقى معايا. اول خطوة هنبدأ فيها مهمتنا هنتوجه لمسرح الجريمة. مش كان نفسكم تشوفوا مسرح؟ تعالوا معايا. لا برافو يا كابتن. وبعدين طيب يا وسام، هنفضل واقفين في الشمس كده؟ احنا داخلين على ساعة دلوقتي ومفيش حاجة بتحصل. استنى بس يا هاني، ده في واحد داخل علينا بالعربية، ده شكله من افراد العصابة. طب وهنعمل ايه؟ كلمة السر طبعا. نزل من عربيته وجاي ناحيتنا. يلا استعدي استعدي. خد يا بنتي مفتاح العربية اركنها لي بسرعة. اركنها لك؟ ليه؟ هو انت اتشليت؟ ايه ده؟ هو مش انت السايس الجديد؟ شفتي؟ كنت بتنظمي الحركة داخل الملعب، اديكي ما شاء الله ترقيتي وبقيتي بتنظمي حركة المرور. لا يا فندم، انا مش سايس. انت بتستعر يا بنتي من شغلك؟ الشغل مش عيب. يلا يلا خدي اركني العربية وانا هرضيكي. ها ما تقلقيش. يلا يا عم اتكل على الله اتكل على الله. انا سمعت كلمة السر. ها لقيته الحرامي؟ لا بس لقينا الشخص ده داخل علينا. يبقى هو احد افراد العصابة. بقولك ياض اقلع الكوتش. كوتش ايه حضرتك اللي انت عايز نقلعه؟ اقلع ياض بالذوق بدل ما اقلعك، احنا عايزين ناخد بصمة الكوتش بتاعك. بصمة ايه دي اللي انت عايز تاخدها؟ شايف الكاميرا اللي فوقيك دي بتصور كل حاجة، والانكار ياض مش هيفيدك. كابتن معلش انت قلت ايه دلوقتي؟ قوله ان الكاميرا اللي فينا دي بتسجل كل حاجة، ورفضه وعدم تعاونه معانا الكاميرا مسجلاه وتوديه في داهية كده وكده. يعني يا هاني امشي يا ابني من هنا دلوقتي، دي الكاميرا الخفية.
بس يا كابتن، هو ده الحل. الكاميرا دي لو قدرنا نرجعها في نفس التوقيت اللي انا كنت واقف فيه هنا بالعربية، هنقدر نعرف مين اللي دخل وسط الناس وسرق مني الكاس من غير ما اخد بالي. يا ابني الرياضي هاني، ده انت مواهبك الاستقصائية طلعت احسن مني بكتير. بل استقصائية بلا بتنجانية يا كابتن، دلوقتي مبقاش في وقت للكلام ده، يلا بينا. الله عليك يا رمضان، الله، وعلى افكارك الجهنمية. ايه يا طنط، دي فكرتي انا على فكرة، ولا هو عشان جوزك يعني بتطبلي له؟ ايوه عشان جوزي طبعا. خد يا رمضان سندوتش السكالانسي ده عشان تركز. العب فين؟ شوف في الجول. ادي الفرحة لميت مليون. ايوه معلش يا ريس، شغل لنا الكاميرا اللي في الجنب دي. معلش بقى، ممكن ترجع بالشريط ورا شوية؟ لا لا، انا هنا كنت مشيت خلاص. ارجع كمان ساعتين لورا. ايوه بس هنا. انا حس الامني ومواهبي يا هاني. يا ابني بتقولي ان الراجل اللي لابس اصفر ده هو اللي هيطلع الحرابي؟ ارجوك يا كابتن، ارجوك من فضلك اسكت، مش وقت حسك ده خالص. قدم بقى كده الشريط واحده واحده. ايوه بس هي دي اللحظه اللي الناس اتجمعت فيها حواليا. ايوه، وقت ما كنت بتكلمني في التليفون، حط التليفون على ودنك اهو. ايوه ايوه، بصي في شخص جه اهو دخل وسط الناس. ايوه وقف هنا لو سمحت. معلش ممكن تزوم هنا شويه على الراجل ده؟ ايوه اللي شايل الكاس هناك ده. مش معقول هي وصلت لكده؟ مين ده يا هاني؟ مش ده؟ ايوه ده عبده قشطه، زميلي في الفريق. ماشي يا عبده، والله لا اوريك. طب ازاي نوصل لعبده قشطه؟ يبقى احنا كده محتاجين حد يوصلنا بيه. الله الله عليك يا رمضان، برافو عليك. خد سندوتش الكفته دي. انا عارف ان وصلت التطبيل دي مش هتخلص النهارده. يا جماعه نوصل له ازاي؟ نوصل له ازاي؟ استنوا، هي سعاد مفيش غيرها. الله عليك الله عليك يا هاني، برافو. خد يا رمضان، خد يا رمضان سندوتش الفراخ ده. وانا مال انا، ما هو اللي جاوب. كفايه يا ناديه بقى، انا اتفخت. اه والله ده ظلم، السندوتش ده من حق انا. هو احنا في ايه وانتوا بتتكلموا في ايه؟ وبعدين ايه حكايه سعاد دي تاني؟ ايه يا ابني اللي جاب السيره دي دلوقتي؟ اسمعوني بس يا جماعه، سعاد دي لما فركشنا هي راحت لعبده قشطه. تقصد لما هي سابتك؟ يا مش فارقه كتير، سابتني سبتها، المهم يعني ان انا خلصت منها، ودلوقتي انا لقيت نصي الحلو، مش كده يا وسام؟ مش وقته خالص المحن ده. جرى ايه يا رمضان؟ بس سيب العيال تنبسط. وماله؟ ما احنا هنتبسط دلوقتي برضه. وايوه يعني عايز تعمل ايه مع سعاد يا سيهاني؟ بصوا انا هكلمها واعمل ان انا لسه بحبها ونفسي ارجع لها تاني، لحد ما اقنعها ان انا لازم اقابلها، ساعتها بقى نمسكها ونقررها لحد ما توصلنا بعبده قشطه. طب كلمها كده وانا اكسر لك دماغك. يا لهوي يا ناديه، كده وكده يعني؟ بالظبط، انا همثل عليها يعني. طب اتفضل كلمها دلوقتي قدامي. ماشي، ان شاء الله ربنا هيستر. سوسو حبيبه قلبي. يا سلام، دلوقتي بقيت حبيبه قلبك. اخس عليك يا سوسو، هو انا ليه غيرك يا سوسو؟ هو انا مش قلت لك هتلف تلف وترجع لي تاني؟ ملكة التوقعات والله. وفين بقى كابتن وسام؟ اديتك كارت احمر تاني وطردتك يا عيني. بلا وسام بقى، بلا بتاع بقى، دي حتى ما بتعرفش تحكي. يا بنتي ده تمثيل، والله تمثيل. ما بعرفش احكم. وكمان وسام ايه اللي تيجي في حلاوتك ولا جمالك يا سوسو؟ بقى كده تمثيل تمثيل. طب انتي عارفة وسام دي ما تجيش؟ ما تخرس بقى يا ابني وخش في الموضوع على طول. حاضر حاضر حاضر. بقولك يا سوسو، ما تيجي نتقابل وتعزمني على الغدا؟ هعزمك على الغدا. وبعدين تعزمني على العشاء؟ في ايه، وانتي ما كلتيش من ساعة ما فركشنا ولا ايه؟ حاضر هعزمك على العشاء. وتجيب لي ايه؟ هجيبلك كل اللي انتي عايزاه بس اشوفك. حالا اجيلك، ابعتلي اللوكيشن. يلا سلام. سنتر فيرويد ولا ديفندر، اوعى تفكر تعمل منظر، العب على الصفارة والا هتلاقي معايا كارت احمر. ايه يا ويسو، زعلتي مني؟ وهزعل ليه؟ وانت قلت حاجه تزعل؟ انت عارفه ان كل ده تمثيل يعني. ماشي يا بنتي، مالك بقى؟ مفيش. يا لهوي، هو احنا دخلنا في دوامه مالك مفيش؟ شكله كده اليوم مش هيعدي. انت بتقول حاجه؟ مفيش. لا والله، هو اللي بعمله فيك هتطلعه عليا ولا ايه؟ بقولك ايه بقولك ايه، روح استخبي استخبي. ليه في ايه؟ سعاد جايه هناك. ايه بقى هي دي سعاد؟ وده وقته، روح استخبي بسرعه. ماشي يا عم روميو، اما نشوف اخرتها معاك.